في هذا الفيديو الخوت غادي نوريكم كيفاش طحنوا باب هذاك الدولار بواحد ديزاين اللي مفرقع مزيان. الوغ اللي داخل في مجال الطباعه عند الطلب يتفرج معايا من الاول حتى الاخر خطوه بخطوه كليكه بكليكه باش تعلموا كيفاش غادي نصوبوا هذا الديزاين هذا وتشوفوا انا كيفاش غادي ندير شويه ديال الكرياتيفيتي باش نصوب هذا الديزاين بواحد الطريقه اللي سهله اللي اي واحد غادي يقدر يديرها على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نشوفوا شنو هو الديزاين اللي غادي نخدموا عليه. غادي نمشيو لهذا التول هذا اللي صوبنا لكم بلا فلوس سميتو ماتش دومينيت .com. ما غادي ندخلوا لا كيواد لا والو لا ماركت بلايس لا حتى شي حاجه غنخليوها في اليو اس خليوها في التيشيرت غادي نمشيو نبركو على سيرش اون امازون بحال هكا. دابا غادي نمشيو نهبطوا وغادي نبركو على لاست 30 دايز باش نشوفوا الديزاينات اللي يلاه تحطوا دابا 30 يوم الاخره وكيتباعوا مزيان. انتما كما كتشوفوا البي اس ار خدام مزيان طاو هابطين وحنايا كنشوفوا الديزاينات اللي كنظنوا نبغيو نخدموا عليهم. بانت لي هاد اللعيبه ديال ديسانتيس ايرلاينز نزيدو نهبطوا عاوتاني كاين ديسانتيس ايرلاينز هنا كيبان لي بان هذا ترند. جوج ثلاثه ديال التيشيرتات باينين في لاست 30 دايز وفيهم بي اس ار زوين غادي نهبطوا شويه غادي تلقى عاوتاني ديسانتيس ايرلاينز ها نتايا واحد اخر هنا كيبان لك ان هذا ترند. دابا غادي نهزو هذا الكيورد كيديستانغي هاد النيش هادي هو ديسانتيس ايرلاينز وغنرجعوا للتول ديالنا عاوتاني وغادي ندخلوه هنايا. عندك جوج الحلول اما تقلب على هاد النيش هكا ديسانتيس ايرلاينز عن طريق سيرش اون امازون هنايا ولا كتشوف لونج تيل كيوردز الاخرين اللي كاينين وتقلب عليهم هنايا تبك على هاد الاه هادي ديال امازون. حنا غنبركو على هادي حنا الهدف ديالنا هو غادي نديرو شي حاجه يونيك اللي ما كايناش في هاد النيش هادي نقدروا نتانسبيراو من النيش ونخلقوا شي فكره جديده. اجي نوريكم الخوت واحد اللعيبه ديال كيفاش كتعرف شحال هاد التيشيرت هذا كيتباع تقريبا في الشهر مثلا. غادي نقبطوا هاد البي اس ار هذا غادي نكوبيوه وغادي نمشيو لهاد التول هذا ديال ام زي سكاوت سيلز استيميتر. هو غير كتب هذا في جوجل وغادي يطلع لك. نخليو هادي يو اس اي غادي نمشيو لهنايا نبركو على clothing shoes and jewelry وغادي نجيو لهنايا السيلز رانك وغادي نكوبييو سيلز رانك ديالنا بركو على كالكوليت سيلز 371 ديال السيلز. غادي نشوفو دابا هاد خونا شحال كيضر 371 ديال السيلز مضروبه ب 2 دولار فاصلة 21 اللي هي تقريبا رولتي اللي كيعطيك امازون من لو بري ديال 15.99 اللي هو الثمن ديال هاد الشخص هذا تعطيك اسيدي 819 دولار تقول 28 ولكن انا كنعرف هاد النوع ديال البي اس ار غادي يضرب كثار من هاد السيلز اللي عطانا في الشهر. نقدر نقول لك هاد التيشيرت هذا يقدر يضرب قليله 1200 دولار كاع اكثر ممكن وكل ما زاد الهبط البي اس ار كل ما المبيعات غادي يكونوا اكثر بطبيعه الحال. اوكي دابا اجي ندخلوا للديزاين الباك جراوند كيفاش كنصوبوه سهله مالك كتمشي غير لهنايا ريكتانجل تول كدراغي بحال هكا او باك جراوند. دابا خاصنا نشوفوا شنو هو الديزاين اللي غادي نتانسبيرو منه. جاتني هاد اللعيبه ديال بحال الشمس بحال السانسيت نقدروا نخدموا بها بانتي هاد اللعيبه نقدروا نخدموا بها حتى هي نديروا الرانواي يعني الطريق ديال الطياره اللي كتكون في المطار كيسميوها الرانواي. نكتبوا هنايا مثلا ديسانتيس ونديروا فيها بزاف ديال ديسانتيس بحال هكا وهنا نديروا ايرلاينز ولتحت نديروا داك اللعبه ديال برينجين ذا بوردر تو يو وممكن شي ستارز ولا شي حاجه. غادي ناخذ واحد سكرين شوت لهادي وندخلوها هنايا. دابا غنخدموا الرانواي غير بهاد اللعبه هادي غنمشيو للبين تول بحال هكا قرب واحد شويه ونبدا نتراسي غير بحال هكا. انا كنخدم بالبروغرام ديال الليستريتور الخوت دابا هادي بالكحل خصني نغطيها بالابيض ندوبل كليك هنايا طلع للفوق لونها بالابيض هيا ولات بيضة عاوتاني نفس الشيء في هادو كاملين هيا تصاوبات بحال هكا شفتوها الخوت. دابا غادي نزيدو الابلاين الخوت منين غنجيبها غنجيبها من كرياتيف فابريكا. جيت لهنايا الكرياتيف فابريكا وكتبت ابلاين بقيت هابط هابط حتى لقيت هادي غندخلو ليها وغنداونلوديوها من هنايا. بالنسبه للناس الخوت اللي باغيين ديل ديال كرياتيف فابريكا بدولار واحد الشهر الاول راه عندهم كلشي ديزاين اليمنتس دي ديزاين اللي واجدين لي فونت اللي هما الخطوط تقدر تعلم ديزاين من تما كاين بندلز كاين عرامه الخوت دولار واحد باش تبدا راه سي امبوسيبل. ما عليناش نرجعو نحطو الابلاين ديالنا هنايا هيا غنجيبها بحال هكا نكوبيها ونجي لهنايا ونكوليها كولات بالكحل غادي نكبرها واحد شويه نرجعها بيضاء بحال هكا نجيبها لهنايا ونحطها كومسا. دابا غنحيد هاد التصويره هادي ما عندي ما ندير بها كدو هاد اللعيبه هادي. دابا غادي نكتبو هنايا ديسانتيس وهنا ايرلاينز وغنديروهم طوال بحال هكا المهم انتم تشوف خصني دابا شي فونت زوين يكون ديستريس. جيت لهنايا وكتبت ديستريس سيليكسيونيت فونت طلع لي هذا عجبني انا نداونلود ديال الخوت انجي للتايب تول ديالي هنايا ديال التكست بك عاوتاني نكبر واحد شويه نرجعو بيض ها هو الفونت ديالي جي تي ديستريست غنكتبو ديسانتيس نبك على اولت شيفت ونطلع للفوق على كا وغنبك عاوتاني على كوماند دي كوماند دي كوماند دي كوماند دي كوماند هي كنترول الى عندكم ويندوز انسيليكسيوني هادشي هذا كامل نصغرو واحد شويه غادي ندير كوماند شيفت او باش نرجعو اوتلاين
ولا نفس الشيء غادي تمشي غير تايب وغادي تمشي لهنا كرييت اوتلاينز بغا ولات اوتلاينز الوغ ما غاديش تبقى باينه بحال هكا تكون غري غادي نغروبي هادشي كوماند جي باش نغروبي كلشي وشوفوا البلان كي داير الخوت حزوها شويه بحال هكا نمشيو لهاد التول هذا اللي سميتو فري ترانسفورم تول نمشيو لهاد لوبسيون هادي ديال فري ديستورت شوفوا شنو غيوقع نبدلوا البيرسبكتيف الخوت غادي وكتبع المهم بقى تقاد فيها حتى تكون مرتاح مع راسك نمشيو عاوتاني تايب تول واحد اخر ديرو تيكست واحد اخر نرجعوه بيض نكتبوا ايلاينز عاوتاني نهبطوا لهنايا بغوا واحد شويه كوبيو الفوق عاوتاني دوبليكيت 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 كوماند شيفت او ولا كنترول شيفت او باش كترجعها اوتلاين غروب بها عاوتاني هي ولات غروب الفري ترانسفورم تول نبركو على فري ديستورت بحال هكا عاوتاني نجيو لهنايا ونقادوها كيف ما بغينا عينك ميزان هنا فين خصك تكون ضواق وتحسب مزيان مع راسك هكا ماشي بيرفكت بقى تقاد فيها حتى تقادها مزيان باش نو كيبان لي غادي ندير غادي ندير واحد السيركل هنايا غادي نبركو على اليبس تول درت رايت كليك باش طلعوا لي تولز كاملين نقرا باليمين بك على اليبس تول بك على شيفت والت الى عندكم الماك ما عرفتش شنو الت في الويندوز المهم قلبوا عليها غنكبر السيركل بحال هكا دابا غادي نحيد الفيل كما كتشوفوا غادي نخلي غير ستروك والستروك غتكون بالبيض هادي ستروك وهذا الفيل دابا شوفوا على بلان الخوت غادي نمشيو للميك ماسك ونجيو لهنايا ندخلوا للماسك ونبكوا على كليب وغادي نديروا رايت كليك نقرا على اليمين ريكتانجل تول وغادي نرسموا واحد ريكتانجل ما درنا والو علاش لان كلشي بالبيض غادي نديروا الفيل بالكحل ها هو شتي تحيد ولكن ماشي 100% علاش لحقاش الفيل ماشي كحل 100% احنا نكبروا الفيل رجعناه كحل 100% دابا نحيدوا ستروك شادي تقد لينا نايس دابا عندنا واحد المشكل هادو بحال اللي متقاطعين حنا بغينا نبينو بلي هادو ما كيكلاشيوش هادي ما كتكلاشيش مع هادي الو غادي نكوبي هاد الطياره غادي ندخل عاوتاني للماسك وغادي نبرك على كوماند شيفت في باش كنكولي الطياره فوق من الطياره عاوتاني ولكن في الماسك حنا لداخل في الماسك كما كتشوفوا الخوت دابا غادي نكبروا ستروك نديروا لها جو بونس 20 ولكن ستروك خصها تكون بالكحل كما كتشوفوا هي عاد كبرات ندخلوا الستروك ونرجعوها هنايا جو بونس شويه صغيره نديروا 30 هكا صافا عاد نمشيو ترانسبيرنسي نخرجوا من الماسك احنايا دابا ديزاين ديالنا دابا خاصنا نديروا شي تكست هنايا هذاك ديال برينغ ان ذا بودر تو يو حتى هذا الفونت هذا جيبوه من كرياتيف فابريك ولا نمشي بلاصه واحده اخرى دابا جو بونس باش نساليوها نديروا واحد ستاز هنايا ممكن باش نكريو ستاز ساهله مالا الخوت راه كلشي غير بالالستريتور كما كنوريكم اتبك على هذا ريكتانجل تول بنقرب اليمين بك على ستار تول وكري ستار مع راسك غير كحز وانت باك على لا سوري وبك على شيفت باش كتبقى محافظ على البروبورسيون ديال ستار ما كتبقاش دور لك بحال هكا باش كتبقى عموديه واقفه ملي كتبقى باك على شيفت ما كدور لكش واخا كدير هكا دير وحده حده وحده بحال كنادين هي ستار جايه في الوسط دابا بنت لي حاجه واحده اخرى اللي خصني ندير هي ان هذا ديستريس الخوت فيه داك ليفي ديال انه قديم غادي نسيليكسيوني كلشي الا هاد ديسانتيس ايرلاينز وغادي نمشي نجيب واحد تكستشر واحد تكستشر بالفرنساويه كيقولوا لها غتمشي لهنايا وكتب جرانج تكستشر هنا في كرياتيف فابريكا غتقلبها كاين هادو كاين هادو المهم انا غادي نحمل هادي ونداونلودي هادي وحتى هادي المهم وحده فيهم الى عجبتني غادي نستعملها انجي لهادي غادي نكوبيها ونجيبها لهنايا نبيستيها بحال هكا هاي الشي كيولات غادي ندخلها في الماسك ديالي بحال هكا ملي تكون فرحان داك الديزاين ديالك بالطريقه اللي قاده التكستشر مع الديزاين تلالك الديزاين اخي قولوا لي شنو بان لكم الخوت لتحت في الكومنتس دابا باش غداونلودي هاد الديزاين هذا نحيدوا الباك جراوند ولا الخلفيه غادي نمشيو للفايل غنمشيو للاكسبورت اكسبورت فور سكرينز غندخلوا السميه ديال الديزاين غنبركوا على اكسبورت ارتبورد ها هو الديزاين ديالنا الخوت تقاد ناضي اللي بغى يتعلم المهاره ديال الديزاين سورتو البي او دي المتجر امازون اتسي ريد بابل وحنا كنعطيكم الخوت كلشي راه خص غير بنادم يحيد عليه العقليه العيانه وسورتو الخوت ملي عطيناكم لاكسي ديال كرياتيف فابريكا بدولار واحد راه ما يمكنش الخوت ما تطلعوش ديزاينات زوينين انا نخلي لكم اللين تحت في الديسكريبشن اسبكوا على داك اللين غادي تمشيو لهنا تراي اول اكسس ناو فور جاست 1 دولار دابا ما كاين غير طحان بهذاك الدولار بالنسبه للناس اللي محتاجين كونت ديال المتجر امازون ولا كيعرفوا واحد اللي محتاجو راه كنبيعوا لي كونط ويوصلوكم في ظرف 24 ساعه ان شاء الله تقدروا تشريو الكونط ديريكت من السيت ديالنا اللي غنخلي لكم لتحت في الديسكريبشن ولا كاين طرق اخرى ديال الدفع اتصلوا بينا ان شاء الله وقولوا لنا الطريقه المفضله ديالكم ديال الدفع ونقول لكم شنو ديروا وبالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا ماتش با امازون من ا حتى لزد راه عندنا لي فورماسيون ديال ماتش با امازون غنخلي لكم اللين تحت ان شاء الله واللي بغى هديه ديال 200 نيشات خدامين مزيان غنخلي لكم اللين تحت واللي ما عندوش الوقت باش يقلب على النيشات ولا ما كيعرفش كيفاش يقلب راه عندنا
السيرفيس ديال النيشات غنخلي لكم اللين حتى هو لتحت. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ديروا واحد لايك، اشتركوا في القناه، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم، خليوا لي اسئله ولا تعليق ديالكم تحت في الكومنتس، ونشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله.